طيب استاذ احمد، هنا برضو ممكن يحصل بعض الحالات ويمكن ما بتحصلش كتير بس ربما تحدث. يحصل ايه لو حد لا قدر الله اتوفى داخل الجلسه وقت الجلسه نفسها؟ يا بتبقى صعبه قوي. لا يعني مش هتبقى فارقه خالص بالنسبه لنا جوه الجلسه او بره الجلسه. تمام. يعني مش هتبقى فارقه في حاجه في 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 في, في الشغل القانوني بالنسبه لنا، ولكن زي ما اتفقنا هتبقى انقطعت الخصومه بالنسبه له. ونشوف هنعلم مين بقى، الورثه انا مدعي ولا مدعي عليا اللي مات ده ولا كده. يعني هنا يعني بيبقى ليها اجراءات بقى اخرى جديده وبسيطه جدا. ما يعني ما يعني لو افترضنا ان هو خلاص دي المفروض الجلسه النهائيه او دي الجلسه اللي هيبت فيها الحكم النهائي. تمام. وحصل فيها ان احد الخصوم اتوفى او المدعي ومدعي عليه، يعني يحصل ايه؟ ايه الاجراءات الجديده؟ طيب. ايه اللي بيحصل هنا عشان برضه الناس تبقى فاهمه ان خلاص رايح النهارده ياخد الحكم او الورثه اللي معاه برضه من ضمن الناس ياخدوا الحكم، ومره واحده حصل شكل جديد او طيب انت يعني فتحت حته ليها تفريعتين لازم نقولهم بقى ما دام انت تمام جبتها. تمام. مات والقضيه متداوله لسه. تمام تمام. هنصحح شكل الدعوه وندخل الورثه، مفيش اي مشكله. المشكلة بقى في حاجة تاني انت قلتها في وسط كلامك. الراجل ده صدر حكم ضده ومات. هو مين يستأنف؟ ما هو انا في الاستئناف لازم يستأنف عندي الورثة. اسف، الشخص اللي رفع الدعوة. الشخص ده مات. حد من اهله ولا؟ هيستأنفوا الورثة، بس هنحسبها، هنحسب ال 40 يوم من امتى؟ الحكم صدر يوم 1/1/2005 زي النهارده مثلا 5/10. تمام. النهارده الحكم صدر يوم 1/1/2010 والراجل مات 5/10. تمام. ولاده ليهم يستأنفوا في خلال 35 يوم مش 40. ايه الفرق؟ ابوهم عاش 5 أيام في الفتره دي. فهم يكملوا المدة الأربعة، يكملوا المدة من بعد الإعلان.